أهلاً هاني، ساعتك رايحة معانا الغداء إن شاء الله؟ إن شاء الله. والله شكلها اترفت باين. ليه؟ أصل إبراهيم بيه قال لي هات زكية بس معاك هتدخل عليه بقرطة. أنت قليل الأدب. الله يخلي ساعتك يا فندم. اطلع يلا. يلا يا زكية هنتأخر. يلا أنا مالي إخوات في بعضيهم. قال لي فل هتعمل مشاكل. مؤاخذة يا هاني. استنى يا مبروك. لا استنى ايه ما فيه. استنى اللي هاجي معاكم غرداء. لا غرداء ايه؟ استنى. انت زفت. استنى ايه؟ انت احمد. خليك عندك. هجيب الشنطة واجي على طول. استنى. شبكت في ايه؟ حوت 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 يا ماما. لا 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 بلاش يا بيبي. استنى استنى. ها؟ استنى ايه؟ اوعى اوعى يا بيبي. لسه في شهر العسل يا هاني. طب يخلوا شوية الرشا وخطيبها. اتفضل. أي خدمة تانية هن؟ أيوه فريل. نعم. هي رشا وأكمل متخاصمين ولا حاجة؟ متخاصمين حق اللي ما بيشوفش في الغربان. دول متهنيين وفرحانين يا هانم عقبال ما تشوفي سي مصطفى. قلتيلي أمال إيه بقى اللي رجع رشا للشلة القديمة بتاعتها؟ ده احنا من ساعة ما جينا وهي مدياها الطرشة وهجة مع الشلة طول النهار. انا مش قلتلك هزلك؟ وانا من حق احبسك في البيت ومخرجكيش غير بإذني. وانت كده مش حبسني؟ باش انا بحبك. لا طب استني. طيب طب عايز اقولك على حاجة. ايه رأيك لو نتفاهم ليوم واحد نبطل عناد؟ مش جايز ازاي؟ مفيش تفاهم قبل ما تطلقني. مش هطلقك. هتطلقني وانا خيرك في الارض. رشا. هاي 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 هاي. دخلتوا كده ليه؟ ايه المواعيد الضربه بتاعتك دي؟ مين الشاب اللطيف اللي معاكي ده؟ خطيبي؟ اهلا اهلا وسهلا بيك. الو صراحه ذوقك يجنن. بجد؟ معاه قوي. الله يخليك. اتفضلي. ما تخليكي صريحه وتقولي انك بتغزلي. سيبك مني خليك معايا. انا قلت بمقطع مش هتقربش. اي مشاكل. ممكن تيجي معايا الديسكو؟ هيا رشا اروح الديسكو ولا روح معاها؟ روح يا حبيبي روح ما تفرقش معايا. انت اساسا وجودك كله ملوش لازمه. غرف 60,000 داهيه. ايه يا رشا كده؟ يا رشا ليه بتقولي كده؟ هو بيحس ولا عنده دم؟ امشي يلا امشي. ماشي يا رشا. يلا على الديسكو. ده في ناس ابتدت تغير. اتفضلي يا هاني. بيبي. ايوه اتفضلي يا هاني. حاجه حرمي نفسي على طول. الف حمد لله على السلامه يا باشا. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل يا باشا اتفضل. من هنا يا باشا العربيه راكنه هنا. العربيه ايه؟ كل ما تشوفني الف حمد لله على السلامه. وانا كنت مسافر. الله مش ساعتك كنت في عرض البحر بتجيب اسود ولا اسود؟ يعني شوف شوف ما ده ما بيشوفش. انا جايب ايه؟ ايه ده حتان يا باشا؟ قول لي يا بيبي شفتي دي؟ مين هيطبخ لنا السمك؟ فله اختي اهي قاعده ما بتعملش حاجه. على رايك يا باشا قاعده وما وراهاش حاجه. اخرس انت. حاضر يا باشا. روح لمدام فله قول لها جهزي دول على الغدا بسرعه. يلا ماشي يا باشا. بحر يا سمك. وايه ده؟ انت هتبيعه؟ بس انا خايفه قوي يا بيبي. إيه؟ لحسن فله تزعل عشان بعتنا لها سمك تطبخه. تزعل؟ هتزعل ليه؟ على الاقل هتلاقي حاجه تسلي بيها نفسها. وبعدين ما تزعل ولا تتفلق حتى كمان. حد قال لها تيجي تكتم على نفسنا في شهر العسل. عندك حق والله. ده انا ما صدقت اتلميت عليكي. ابراهيم بنفسه هو اللي قالك كده؟ استبداد يا هاني. وبيقول لحضرتك كمان بعد ما تغسلي السمك ده وتنضفيه كويس قوي يبقى اقلي شويه وشوي شويه. عنه ما تنضف ولا تشوى ولا تقلى كمان. وما تنسيش سعادتك الرز الصياديه اصلا انا بحبه قوي. وشويه سلطات كده عشان ابراهيم باشا. والبتنجان لان صفاء هاني بتحبه جدا. يظهر والله اعلم انها بتتوحم. ما قالكش كمان ازغتهم في بقهم؟ والله عداكي العيب يا ست هانم. جوز زغليل يا هانم وعايزين يشوفوا نفسهم. زغليل ايه؟ دول جوز عتاقي عاوزين الذبح. ارمي القرف ده بره انا مش عامله حاجه. ارميه فين سعادتك؟ يعني في الزباله ولا فين يعني؟ استنى يا استاذ مبروك. الله ودي الحاجات دي جوه. ماشي انا هعمل كل حاجه. والله ما هو داخل المطبخ ولا يوسخه. اللي عاوز يقلي ويشوي يخلي النغنوغه اللي متجوزها توريه شطارتها. ولا يعني هي على ايديها نقش الحنه؟ لا يا هانم دي حتى في ضوافرها منوكير فوشيا. هخلوه لها زفت مقطرا يا قطرا عشيتها هي وهو كمان.
هم مين دول اللي هتسودي عيشتهم وتقطرانيها يا فلة؟ صحت الباشا لا مؤاخذة يا هاني، الحق يا باشا هتسود عيشتك انت والهاني. اخرس اخرس يا ريل. ما دام ما عندكش نظر وعاوز تخلي اختك تشتغل طباخه للهانم. قصدك مين بالهانم دي؟ اللي مش عاوزه تحط في عينيها حصه ملح؟ اللي هو انت يا حبيبتي. ايه هو شهر العسل ده ما بينتهيش؟ اسكت يا فله، كتبنا طلب وما اديناه. وبعدين انت مالك انت؟ الله، دي حريه شخصيه، احنا ناس مستمتعين، وانت ان شاء الله بعد عمر طويل لما تعملي هانيمون اوعدك هبقى اعمل لك انا السمك. لا يا حبيبتي، انا ما بعملش هانيمون، الدور والباقي على اللي عمرها الافتراضي انتهى ولسه فاكره نفسها في ربيع العمر. بيبي سامع الكلام اللي هي بتقوله؟ هو انت لسه سمعتي حاجه؟ ده انا هخليكي فرجه الناس تحكي عليها. بس ما يصحش يا فله الكلام اللي بتقوليه، ما يصحش ليه قدام الناس دول. خص عليك يا باشا، وانا ناس انا برضو سطر وغط عليك. اخرس انت خالص، وحلم حياتي انك تغور من وشي دلوقتي حالا. ايوه طبعا يا اخويا، ما انت عاوزنا كلنا نغور من وشك علشان الجو يخلالك. يا ريت يا ريت. انت كمان يا فله حشريه، ما حدش عزمك عشان تيجي تقعدي تقرفينا في عيشتنا. انا مش قلت لك انك تجيب ذكيه؟ بس ايه اللي خليك تجيب فله وابنها؟ اتشعبطوا في العربيه يا ناجي. بتطردني يا اسيوتي؟ ايوه. لا ولد. نعم يا باشا. مين انت اللي هتعمل السمك؟ تحبوا سعادتك مقلي ولا مشوي؟ مسلوق. مشوي يا باشا، انت مش مهم دلوقتي. الهانم تحب السمك مقلي ولا مشوي؟ اللي انت عايزه يا مبروك، بس المهم البتنجان المخلي ما تنساهوش، اصلي الظهر اني بتوحم. يعني انا هبقى ام اب؟ ليه؟ انا كل ما سلفت الاقيك في خلقتي. هلا استني هلا، اصل انت مش فاهمه، انت بتوحشيني جدا. او حسب ده ايه يا ابني؟ انت كده فاضي مالكش شغلانه؟ انت شغلانتي الوحيده لحد ما تقولي. اقول ايه؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. انت بتعمل ايه في الحياه؟ بعمل ايه؟ اللي انت تامري بيه انا مستعده انفذه. يا ابني انا بسالك عن شغلتك، لقمه عيشك. فهمت. بفهم كل حاجه. انا بكالوريوس سيجاره. طب كويس، فين؟ في الحكومه؟ مصلحه؟ مستني جواب التعيين. ايه ده؟ ايه الحاجات ديت؟ انا في شركه خالي طبعا. وخالك ده طلعت كده مديك اجازه تفرغ عشان تفضل تلف ورايا؟ لا انا اللي مكبر دماغي، انا ما بروحش الشركه دي خالص، مرتبي نحوله على البنك على قد فلوسهم. ها بلطجي يعني؟ ايه ده؟ هو خالي قالك الراجل ده ما تتبلش فوق فول ابدا؟ تصوري هو كمان بيقول عليها كده. يا سلام، وانت سعيد طبعا وعايش حياتك. مش عارف اذا كنت سعيد ولا لا، بس المهم قولي بقى. اقول ايه؟ امشي من وشي. يعني الكلام ده من قلبك؟ ايه في ايه؟ عارف لو جيت ورايا هبعترك. هلا هلا ها، شرسه جدا بس بحبها. كفايه بقى يا ابي، ما هي معذوره هي كمان، انت من وجهة نظرها حرامي. عارف يعني ايه حرامي؟ انا بحبها يا هالة، بحبها. يبقى لازم تقول لها الحقيقة. يا هالة انا لسه دم بيغلي من الاهانة. طيب يا رشا، ايه المشايبتها؟ ابي انا خايفة من نظراتك ديت، اللي يشوفك يقول انك هتقتلها. بقولك ايه، انت لسه بتشوفي الواد مصطفى؟ جرأ ايه يا ابي، ما تقولش عليه واد. غريبة، هو صحيح طويل وطايش بس يعني. اسم الله عليك انت يا قصيره يا هاديه. جرى ايه يا ابي؟ انت عايزه بالظبط؟ ابدا، انا بس كنت بفكر يعني انه يعزمك عندنا في الشاليه. يا سلام، عشان رشا تقول اني مخطوبه لك وهو على نياته وهيصدقها وعني سنه بقى. اسفه يا ابي جدا، ما اقدرش. ما قلتليش يا ابي انت ناوي تعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد، هجيبها قدام جدها ونصارحها بالحقيقه. شعر الفرخ الصغير بشيء يسقط على منقاره، أغمض عينيه وفتحهما فتكرر. ده زكية. فسأل أمه. رشا فين؟ حضرتك بسرعة. من عينيه. رشا رشا
رجا لو سمحت عايزك بعدين، انا خارجه كمان نص ساعه. خارجه ايه؟ هو محدش فاضيلي في البيت ده ولا ايه؟ ارجوك يا رشا، محدش هيخلص الموضوع ده غيرك انت. رشا انا بحب. مبروك اتجوز. ما هي دي المشكله، معتبراني بلطجي ومش جد في كلامي. ابعت مشكلتك لبريد القلوب الحائره. فعلا انا قلبي حاير. رشا عشان خاطري كلميلي اكمل عشان يعرفها بشخصيتي. اكمل؟ وايه دخل اكمل بموضوع زي ده؟ يا تخينه ومش قادره اكسيكي. يا تخينه بقولك ايه يا هانم، انا خدت 50 جنيه من الدولاب. رجعهم مطرح ما خدتهم يا سليمان. يا هانم انا متضايق من قعدة البيت، قلت اخد الفلوس اشرب بيها كوباية ينسون في الكافيتيريا. قصدك هباب من اللي ما بتفوقش منه ابدا يا سليمان. يا هانم حسني ملفظك. بقولك ايه، مفيش خروج يعني مفيش خروج. عيب يا راجل واحد في سنك ومركزك يرجع كل يوم متدهول والناس مساندينه. دي حرية شخصية. كده مدامك يا اخويا بقى غاوي بهدلة، انا هبهدلك هنا في البيت بقيمتك بدل فرجة الناس عليك. قلت ايه يا سليمان؟ وريدي قلت ان انا معتكف في اوضتي لغاية عزرائيل ما يزورك. انا بقى هوريك عزرائيل بحق وحقيقي. يما 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 افتح يا سليمان، افتح عشان اكل مسارينا. هاي افتح، تعالي لو راجل ادخلي وانا خليك تمزي بمصاريني. طب يا سليمان ان ما وريتك ما بقاش انا احكام. ده انا زكية. يا ده زكية. ايه 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 رشا، ما قلتليش يعني هتكلمي ولا لا؟ حاضر. وعد شرف. حاضر حاضر حاضر. تلاتة حاضر. يا نانا. ايوه يا حبيبتي الحمام جاهز اهو. مش عايزه حمام، عايزه فنجان قهوه ساده. ساده ليه يا حبيبتي؟ كفالة الشر. اعملي اللي بقولك عليه يا دادا، انتوا مالكم جايين النهارده؟ حاضر يا بنتي. دادا نعم. دادا نعم. دادا تلاتة نعم. اعملي لي حاجه حلوه. زي ايه؟ جيلي. كفايه لحد هنا يا ابي عشان ما نزودش المشاكل. انت هتنزلي مصر دلوقتي؟ اديني مستنيه معاك لحد ما اطمن عليك. مستنيه؟ شكلنا احنا الاثنين هننزل سوا. قهوه ايه اللي هتشربيها تاني دي؟ دي القهوه بتنرفز الاعصاب. انا بقى عايزه اتنرفز عشان اخليها حاريه فوق دماغه. اه بس لو اعرف هو مين. دادا من فضلك اعملي لي فنجان القهوه. امرك يا حبيبتي اللي تشوفيه حالا. دادا زكيه. دادا زكيه يا فندم. يا باشمهندس فين البيت الكبير؟ في الصيد. وكويس قوي ان حضرتك جيت. ليه في ايه؟ اصل دادا فين القهوه؟ حالا يا حبيبتي. تعالى انا عاوزاك. ليه في ايه؟ بقول لك تعالى انا عاوزاك. ولازم يعني تعالى انا عاوزاك دي؟ امشي قدامي. طيب. انا عارفه ما جاش من بدري ليه، ما حدش غيره هيعرف يأديه. ما تستعبطش، احسن احط صوابعي في حبابي عينيك. حلوه حبابي دي. انت قابلتي طقطق؟ مالكش دعوه بطقطق، سيبه في حاله. وانت انا بهنا بتهبب ايه؟ اكيد اكيد ناويين تسرقوا. امال يعني جايين نعمل ايه؟ نستجم؟ طبعا جايين نسرق، دي فرصتي الوحيده وانت على ذمتي. اشقلط لي شقتين، اشقلط لي فيلتين. ايه تشق؟ عارف عارف لو عملته كده هتعمل ايه يعني؟ هتبلغ علينا؟ طبعا ما تقدريش تبلغ علينا، عشان لو بلغت علينا عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ احط صوابعي في حباب عينيكي. حلوه قوي حبابي دي. وعارفه لو بلغت علينا هيحصل ايه؟ هتبقى جرصه وفضيحه بجلاجل. تفهم ولا لا؟ انا اذنك. استنى هنا بقى. بقول لك يا بنت انا مش فاضيلك، انا مش فاضيلك، انا عندي سرقه، عندي فيلا اللي عايزه تتشقلط، عايزه انفضها، شقق عايزه تخلص. بس امشي خلاص. الحباب ايه؟ طيب وبعدين؟ اما فرقتك يا موس لا ده ممكن يسرق بجد وتبقى فضيحه وجرسه. طب وبعدين يا رب يعمل ايه؟ هي حبابي غلط؟ حبابي
حبيبي عليك. آسف يا هانم، أنا بحكم مركزي وحيثيتي مش ممكن ألف معاكي وأروح السوق وأجيب الخضار والفاكهة. ها أنت ناسية، ناسية أنت متجوزة مين؟ سليمان النوتي، قبطان آل البحار سابقا. خد أنت العربية وجيب الأرنبيط بتاعك اللي أنت عايزاه، وبطال القرع ده معايا. بعيد عن شواردك يا سليمان. أنا يا حبيبي لو خرجت لوحدي هقفل عليك باب الأوضة وأسمكره بالضبة والمفتاح. قلت إيه؟ هي حصلت شواربي يا عديمة النظر؟ طبعا يا أخويا، عشان ما تستحبش ورايا وترجع لآخر الليل سطيحة. أنا عندي أرجع سطيحة والدهول ولا إني أستمتع بسحنتك؟ طب ادخل الأوضة بقى قبل إيدي مقتولك يا سليمان. ها؟ قلت إيه؟ هتنزل ولا لأ؟ هنزل، هنزل إن شاء الله. رايح فين؟ هتنزل بالشكل ده يا راجل؟ خش يا أخويا غير هدومك. حكم القوي على الضعيف. إيه؟ بتقول إيه يا سليمان؟ لا ولا حاجة. سبحان الله، قطعية واحدة نفس التخن ونفس الشبه. اسف يا ابي، انت عايز تبقى حرامي شقق انت حر، انا برا اللعبه دي خالص. وانت حد جاب سيرتك؟ خطه كلها مرسومه هنا، مهم الضحيه المجني عليه. المجني عليه؟ ابي انت ناوي تسرق بجد؟ ابي من فضلك ارجوك رد عليا. ايه ده؟ بص كده ابي. ايه؟ اياك تقف. ليه؟ الراجل ده شكله مش طبيعي. بس يستاهل يبقى الضحية. أبي من فضلك انت مجنون. استني بس. ايه ده؟ بص. استني استني استني، ده عليك مشكلة. ايه ده؟ أبي بلاش مجنون يا أبي. متخافيش متخافيش. ايه ده ايه ده؟ في حاجة يا أستاذ؟ قبطان سليمان النوتي، ربان أعالي البحار سابقا. اهلا اهلا, أهلاً وسهلا. اي 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 اهلا وسهلا يا محاسن الصدف. اهلا. العربيه فيها حاجه يا استاذ؟ فيها حاجه، ما هي قدامك اسالها. خب امالها يا اخويا زي ناس. ابسطي، جبتلك ميكانيكي. هو حضرتك ما منتهى بنزين؟ امال بيه ده. يا قبطان تعال اقولك. يا راجل عيب، هو عشان هتساعدني ايدك عليا؟ مالك؟ طب ما تزعلش تعال. بص، خرطوم البنزين فاضي، العربيه ما فيهاش بنزين. هو دريان بنفسه؟ امال هنروح ازاي يا فالح؟ خلاص انا هتصرف. عن اسمك بقول لك ايه؟ نعم. خد الجيركل ده وعلى اقرب بنزينه على بعد 30 كيلو امليه وتعالي. بس كده بقى مشوار طويل قوي عليها. لا ده المدام عافية، ده المشي الهانم رياضة. ما ينفعش حضرتك والمدام تقفلوا العربية وتتفضلوا معانا. بس انا كده هتعبك يا راجل، ده احنا عشرة. يلا يلا اتفضلوا، اتفضل يا مدام. يلا يا هلا. جيب الشنطة. هجيبها حاضر. شفتي عمال يبهدل في العربية؟ ادي جزاتي، جبنا اللي يسوى اللي مسواش. يلا يا اخويا يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ خدي بالك من الشنطه، الناس دي انا مش واثق فيها. يلا هتوقفي تقولي لي ايه؟ يلا. اسفين قوي، هنخليك تغير المساعدين. ادخلي ادخلي اتفضل. اتفضلي. متشكرة يا دادا. يا دي القهوة السادة اللي اتشعبطتي فيها دي. يا حبيبتي هتنامي ازاي؟ مين قالك ان انا عايزة انام؟ مين اللي قالك كده؟ الله، ليك بقى وراكي حاجة؟ دادا من فضلك بقى سيبيني لوحدي. حاضر يا حبيبتي، مش عايزة حاجة تاني؟ لا متشكرة، بس من فضلك وانتي خارجة في النور. تصبحي على خير. الله، هتقعدي في الضلمة؟ تصبحي على خير يا دادا. اللي تشوفيه يا بنتي. صباح الخير.
الو. ايوه عنبه، ازيك؟ انا اسف اضطريت استناها لغايه ما تتخمد. هيكون مين يعني؟ الهبابه اللي اسمها رشا دي؟ ايوه. لا ما تقلقيش، كله تمام، الخطه قلصتها وموجوده عندي على الورق وفي اوضتي. ايوه. ايه؟ لا الكلام مش هينفع في التليفون، احنا لازم نتقابل في المكان اللي انت عارفاه. ايه؟ لا مش هتعرف. هتعرف منين؟ وحتى لو عرفت يعني هتفرق معانا؟ بقولك ايه عنبه، ما تجيبليش سيره البت دي، انا مش طايقها. الحمد لله ان هي غارت ونامت. مع السلامه يا حبي. هبابة وزفتة؟ ده انت الهباب وزفت وزفت. وبعدين؟ وبعدين ده هيعملها وهيسرق بجد. وبعدين اعمل ايه؟ ده زكية. ايوه افندم يا باشمهندس. بقولك ايه؟ نعم. بلغ الاسيوطي بيه اني هحتاج عربيته ضروري في امر هام ولا يحتمل التاخير. حاضر. قولي له ان انا ان شاء الله هرجع الظهر. الظهر. حاضر. هو بيزعق كده ليه؟ دي شبتين وميه. مبروك. الله يبارك فيك سعادتك. هات مفتاح. بيتفضل. قلاشة توضيح الفيلا سليمان النوتي. يا نهاري، توزيع المسؤوليات عنبة والموس، موعد الخطة الأربعاء منتصف الليل، يعني الليلة دي. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك، مبروك. حبيبة ماما رشا، حبيبة جدو رشا. طب اعمل ايه؟ طب لو اتمسك؟ لو اتمسك هعمل ايه؟ لا لا مش هنا. ايه ده؟ ايه اللي لخبط الورق كده؟ ايه اللي لخبط الورق كده؟ ربيات، يمكن الهوا هوايا لابنينك. الهوا ده وحش جدا، عبيط الهوا ده. يفتح الشباك ويدخل بعزق الورق
حاجة مش مظبوطة أبدا، لكن مش مهم. الحمد لله أنني افتكرت الورق. الحمد لله. ياه، هي كل ورقة من دي بتأبيدة. الله، ليه؟ الحمد لله. دبانة دبانة والله. طارت طارت طارت، مش عارف اجيبها. قربت منها ايه؟ ايوه هي الدبانة، عارفها عارفها. دبانة قلة الأدب. لا زكية، لا زكية. أفندم يا باشمهندس، من فضلك يا دادا بيقفل الشباك ده علشان طير الستارة وطيرت حاجاتي. من عينيا يا باشمهندس، ده انت تأمرني أمر. الزر زي الهوى باشمهندس، زي القمر. يا لهوي، ايه ده؟ حرامي حرامي، الحقوني الحقوني. انا رشا انا رشا انا رشا. اسكتي يا دادا. رشا وقعت قلبي يا بنتي، بتعملي ايه عندك ورا الستاره؟ هكون بعمل ايه يعني؟ اي بني ادمه في الدنيا بتقف ورا الستاره هتكون بتعمل ايه؟ انا عارفه. ربنا يهنيكم ويسعدكم يا ستاره. يسعدنا ايه بس يا دادا؟ انا ايه اللي خلاني اعمل كده يا ربنا؟ ايه اللي خلاني اعمل كده؟ الله، وكان حصل ايه؟ مش جوزك وعلى سنه الله ورسوله؟ كفايه كفايه. الساعه كام؟ داخلين على الظهر. يا نهاري، ايه يعني فضل 12 ساعه؟ طب وبعدين؟ لازم اروح لها، بس هو اكيد متفق معاها. مع مين وهي مين؟ انا بقول موس يا دادا. انا بقول موس؟ لا 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 يا ست رشا، انت بتخطرفي. وبعدين ما كانش صح برضو الباشمهندس انه يناديني يعني ويكسفك قدامي، مش كده ولا ايه؟ انما هو سعادتك عدم المؤاخذه بتسالي على القبطان سليمان ليه يعني؟ المهم تعرفه؟ امال يا استهاني ما اعرفه، بس اعوذ بالله يعني بالسمع بس. اصله زي ما تقولي سعادتك كده بني ادم مش محترم، زي ما يكون كده سبه في جبين مخلوق ربنا. المهم غني عنده حاجه تستاهل. امال يا ست هانم، امال القبطان علي البحار ازاي؟ ده عامل فيلته على اعلى مستوى، وكمان عنده فلوس كتير قوي. طب تعرف عنوانه؟ امال امال لازم اعرف. طب فين؟ فين يا مبروك؟ فين يا مبروك؟ شارع ايه؟ طب نمره كام يا مبروك؟ طب فكريني سعادتك. يا فكرك هديك 100 جنيه. فين عنوانه؟ قول. بنت انا مش لسه ترضاكي من شويه. انا عارفه يا اختي انت ولا غيرك. بقول لك ايه، انا لا عايزه شامبو ولا عايزه صابون ولا حتى كيس زباله. زباله ايه بس؟ زباله ايه؟ انا عايزه القبطان سليمان النوتي. اهو برضو زباله، غلطتش كتير انا. الله 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 يا هانم، احترمي مركزي. ايه اللي بتقوليه ده ما يصحش. هو حضرتك
القبطان سليمان النودي، ربان اعالي البحار سابقا. ما انا عارفه، ما احنا اتقابلنا قبل كده. مؤكد؟ وانا في عز هيلماني. لا 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 خالص، لا هيلمان ولا حاجه. كنا في الاقصر على المركب. ايه ده المركب؟ ممكن 5 دقايق من وقت حضرتك؟ اوي شفتي الكلام، شفتي الرئه؟ ممكن 5 دقايق من وقت حضرتك؟ اتفضلي اتفضلي، وانت كمان اتفضلي. بقولك ايه، مش عايز حد يدخل علينا، عندي اجتماع هام. جاتك دهية؟ الكلام ده انت بتقوله لي انا؟ لا انا بقول للحوت اللي في بالك، ما تاخديش في بالك. اتفضلي، دي حاجة حرشة حلوة، ارواح ارواح. اتفضلي. ميرسي. العفو. بقول ايه، يعني ما تزعليش من الهانم، انا شخصيا بزعل منها دايما، وبقول ليه يا قبطان سليمان النوتي ما حطتهاش في سكيبة ورميتها في عرض البحر، بس خفت للسمك يتسمم، كان لازم ارميها وارجع من غيرها. يا ساتر يا رب. بعد 25 سنة بتقولي يا ساتر يا رب؟ ليك حق، انا شخصيا اعرف واحد لسه كاتب كتابه يستاهل يترمي في الزكيبة اللي بتقول عليها دي. ايه ده اللي هو ايه يعني؟ اللي هو حلاوتك يا جمالك، خليت للحلوين ايه؟ تعرف انا بقى دلوقتي مطمن ان افكارنا بقت متشابكة ومتشابهة. القعدة هتحلو. اشربي. متشكرة، ما بشربش. لا معلش، ما انت لازم تشربي. ما بشربش. انا بقى بشرب عشان الهانم، عشان اقدر اواجهها، انما الشرب معاكي بقى ليه مدلول تاني. ارجع مطرحك. ما انا ما اقدرش، ما انت جميله جدا. بقولك ارجع مطرحك. لو اتقابلنا من 30 سنة كان مجرى حياتي وحياتك اتغير. كان مجرى حياتي وحياتك اتغير؟ لا ده انت رحت لبعيد قوي فوق. ما انت لما تشربي معايا هتبقي حاجه تانيه، هتروحي بعيد بعيد بعيد. وحدينا اشربي. ابعد بقى، انت فاكرني جاي اقعدك معاك ولا ايه؟ الله. ايه ده الحكايه مش بالجسم. بقولك ايه، نعم اشربي عشان خاطري، خدي ايدي. هي جات لوحديها؟ ده انا سليمان النوتي. جيت ايه وزفت ايه بقى؟ فوق بقى واسمعني، انا جالك في حاجه مهمه جدا. انت ومراتك مهددين النهارده بالسرقه وجايز كمان بالقتل. مين اللي قتلنا ومين اللي يسرقنا؟ ده لا عاش ولا كان، ده انا سليمان النوتي. مين ده؟ السفاح. السفاح اللي حضرتك قابلته على المركب في الأقصر وبلغت عنه أمن المركب. مين؟ السفاح. السفاح اللي قابلته على المركب نسيته. انت بتتكلمي جد؟ امال تعب نفسي وجايه لحد هنا عشان اسمع كلامك الفارغ اللي عمال بتقوله من الصبح؟ ده انت اللي كلامك فارغ، ولازم الهانم كانت تطردك. هتخيمي معايا حوار؟ خدي ايدي. انا قلقان، ممكن يعمل اي تصرف اهبل كده، مخه ضارب، وهي كمان مجنونه. والله بس خلي بالك، ده مجرم خطير جدا، يعني مش بعيد يخلص عليك انت والمدام. يخلص على المدام لوحديها؟ المساله بقت واضحه زي الشمس، كل بني ادم بيجيله لحظه سعد مره واحده في حياته. صحيح اتأخرت عليا 25 سنة، إنما لو السفاح جاي ده يبقى أسعد يوم في حياتي. يعني إيه؟ يعني مش هتبلغ البوليس؟ أنت قلتيلي وخلاص. أبلغ ما بلغش، أنا حر، وبعدين بقى أنا هتصرف. توصلت لنا إنه هنا في الغردقة. يا دي المصيبة، مراف في الجحيم. من كل قلبي. تقدر تقولي هي فين دلوقتي؟ بالاسم. هدي مشكوك فيها. اخرس. وهفضل ازل فيكي كده لغايه ما تتربي. ايوه بس السابق ده مش خطر. اتشحتف بيه. اما وريتك بس لما اشوفك. اضرب المسدس ده. احبطت المحاوله الاجراميه. يعني بوليس؟ ابنك الحب عشان كده يا ماما. وما انت عاوز ايه؟ يا سافل. انا نفسي اصرحك بحاجه. خلينا في السابق احسن. بس هتندم يا سي السيد.